يخص الإجراء الحكومي بخصوص القطاع السياحي، يبقى الرقم المعلن عنه يعني بسيط وصغير جدا بالنسبة أساسا للأهمية ديال القطاع السياحي، اللي تقريبا حسب مذكرة ديال المندوبية السامية للتخطيط حجم ديال الاستهلاك ديال المنتوج السياحي وصل 138 مليار ديال الدرهم في سنة واحدة، يعني سنة 2019. إذا حنا عندنا أكثر من حوالي 30,000 مقاولة سياحية في المغرب، فنادق، دور الضيافة، وكالات الأسفار، كراء السيارات، النقل السياحي إلى آخره، اللي عانوا طيلة سنتين. المداخيل ديال السياحة الدولية تراجعت تقريبا بأكثر من 60%، ولهذا في سنتين المغرب كيفقد 82 مليار ديال الدرهم، بالإضافة على الأقل 41 مليار ديال الدرهم ديال المداخيل ديال السياحة الداخلية. فنظرا لحجم الخسائر اللي تكبدها القطاع، ونظرا الأهمية نتاع القطاع السياحي كذلك من ناحية ديال الفرص الشغل اللي كيوفرها، كيبقى هذا المبلغ هزيل جدا، علما أنه لن يوزع على جميع المؤسسات. يعني في قراءة متأنية للإجراءات الخمسة غادي نوجدوا بأنه لا نجد كل سلسلة القيمة ديال القطاع السياحي مستفدة. مرة نتكلم عن إجراء يخص الفنادق وحدهم، مرة نتكلم عن إجراء يخص الفنادق والنقل السياحي، ولهذا كتبقى واحد الشريحة عريضة كذلك من المؤسسات اللي ما غاديش تستفيد من هذا المخطط. صحيح أن العمود الفقري ديال القطاع السياحي هو يعني الإيواء الفندقي، ولكن الزبون منين قبل ما كيوصل كاين دور تاع وكالة ديال الأسفار، كاين دور ديال النقل السياحي، كاين دور ديال وكالة السيارات، كاين دور كذلك ديال دور الضيافة، لأن كاين واحد الجزء اللي كيبغي يمشي لدور الضيافة، كاين واحد العدد كبير اللي لابد يمشي يزور يعني مناطق ويمشي يعني المطاعم السياحية. ولهذا ما يعاب أنه يعني إجراء كي يتعامل بواحد النوع يكيل بالمكيالين ما بين المهنيين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الرقم يبقى ضعيف. كان على الأقل يكون الرقم ديال الدعم الصافي كان كيخصو يكون في واحد حدود 20 مليار ديال الدرهم، علما بأنه الدعم الحقيقي هو في حدود مليار ديال الدرهم، ولكن هذاك بالنسبة للمؤسسات اللي عندها برامج لتجديد لا رينوفاسيون ولا لا مانتونونس الصيانة ولا التكوين، علما أنه هاد البرامج جرت العادة أن البرامج نتاع يعني التجديد ديال الاستثمار ولا ديال الصيانة الدولة دائما كتساهم فيه بواحد القدر، ولهذا في الأجراء ديالو ما غاديش نصيبوا جميع المؤسسات قادرة أنها تقدم ملفات الاستفادة من هذاك الصندوق. أظن أن هذه الإجراءات هذه غير كافية، ولهذا الاقتراح الأساسي والجوهري الذي يتكلم عن الجميع هو فتح الحدود. لأن ملي كنتكلموا على فتح الحدود نتكلم عن حجم ديال السياحة يعني الخارجية اللي كتوصل 13 مليون سنويا، 25 مليون ليلة سياحية راه ثلثين منها تقريبا كتجي من السياحة الدولية. بعد ذلك عندنا المداخل نتاع السياحة الدولية راه كتوصل تقريبا ل 79 مليار ديال 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 الدرهم، ولهذا هاد الإجراءات هذه كلها تبقى غير كافية في غياب الحل الأساسي والحل اللي غادي يعطي الانتعاشة الحقيقية، وهو فتح الحدود. لأن الإغلاق ديال الحدود كان يفسره يعني خوف لأنه البلاد يدخل المتحور ديال الأوميكرون، ولكن اليوم عندنا ربما 95% من المصابين هم مصابين بأوميكرون، إذن لم يبقى داعي أبدا أن الحدود تبقى
مع العلم انه الاسواق التقليديه ديالنا تقريبا كلهم وصلوا لواحد المستويات عاليه من اخذ الجرعات ديال التلقيح، وصلوا للجرعه الثالثه، وغادي يكون الدخول ديالهم للمغرب بالاجراءات الاحترازيه المعمول بها. يعني سيقوم المغرب بوضع مجموعه من الشروط لاستقبال السياح، الجرعات تكون كامله، بالإضافة الاختبار يكون سلبي، والاحتياطات اللي خصها تكون تستمر. الفنادق والمؤسسات السياحية كلها عندها بروتوكولات وكتحتربها. أظن أن هذا هو الإجراء الأساسي، هذا كأنه عندنا واحد الوصفة طبية، يعني الدواء الأساسي لهذه الوعكة هو فتح الحدود، والإجراءات الأخرى هذه أدوية مصاحبة. يعني الأساس هو فتح الحدود. شكرا، فتح الحدود.